هناك بعض الدعاة يقولون عن التماثيل إنها جائزة، ويقول إن الصحابة لم ينكروا على أبو الهول. إحنا تكلمنا فيه الأسبوع الماضي باختصار، وهو قضية التماثيل التي بيعت أو الأصنام التي بيعت أو كذا أو تباع. هي القصد من هذا، الإنسان لا يتساهل في مثل هذه الأمور. يعني الآن أول شرك وقع على هذه البسيطة على الأرض هو شرك قوم نوح. يقول ابن عباس يعني كان الناس من آدم 10 قرون على التوحيد، لأن آدم نبي وعياله كلهم على الجادة، 10 قرون على التوحيد. ثم وقع الشرك في قوم نوح، أول شرك وقع على الأرض في قوم نوح، وذلك أنه كان أناس صالحون وهؤلاء الصالحون ماتوا، فصار الناس كلما ذكروهم وتذكروا عبادتهم وتقواهم ودينهم عملوا بها. فجاءهم الشيطان فسول لهم، قال لو صنعتم لهم تماثيل حتى إذا تذكرتموهم تذكرون، أن أنتم تعرفونهم عيالكم ما يعرفونهم، يعني عيالكم ما يعرفون، حطوا لهم تماثيل عشان شوفوا تذكر العبادة. فصنعوا لهم تماثيل حتى يتذكروا عبادتهم فيعبدوا الله تبارك وتعالى. ثم ذهب جيل وجيل، فجاء الشيطان إلى بعد ذلك من الأجيال فقال لهم إن أهليكم أباءكم وأجدادكم إنما كانوا يدعون الله بهؤلاء، لأنهم ما يذكرون هذا الشيء لكن شافوا تماثيلهم. فهذا أول شرك وقع على وجه الأرض، وهو قول الله تبارك وتعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه صور أو تماثيل لأناس صالحين صاروا بعد ذلك أصناما تعبد من دون الله، فأرسل الله إليهم نوح عليه السلام لينكر عليهم هذا الشرك. هذا أول شرك وقع في الأرض من سبب هذه التماثيل. أما دعوة من يقول إنه الناس الآن بعيدون عن الشرك، من يقول هذا؟ لن تقوم الساعة حتى يعبد الشيطان في جزيرة العرب. قبل كنا نقول الحمد لله احنا بخير وكلنا موحدين، الآن في كويتيين ملحدين، يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد كويتيون ملحدون. شو اللي يمنع باكر يطلع كويتي يعبد صنم؟ شو المشكلة يعني؟ يقع، طالما أننا تساهلنا في هذا الأمر وأهملناه. كما أن أهمل الأولاد، لم يعلموا الدين، لم يعلموا الحق، لم يعلموا الخير، تعلموا الشر وصاروا ملحدين والعياذ بالله. وهذه الأصنام، لو هذا اشترى صنما وذاك اشترى صنما وثالث اشترى صنما، وهذا صنم أبوي وهذا صنم جدي وهذا صنم أبو جدي، ويتوارثونها، يأتي أجيال يقولون ترى كانوا هذا الصنم هو البركة، ترى هو البركة، توسلوا به ثم ادعوه من دون الله والعياذ بالله. والإنسان لا يزكي نفسه، الله تبارك يقول فلا تزكوا أنفسكم، الله أعلم. ليس بالضرورة هذا الجيل، تتكلم عن أجيال. أهل مكة كانوا على التوحيد، كانوا على التوحيد. أول من جلب الأصنام إلى مكة عمرو بن لحي الخزاعي، كانت خزاعة هي اللي تحكم مكة قبل قريش. عمرو بن لحي الخزاعي ذهب إلى جدة، لقى عندهم أصنام، قال ما هذه الأصنام؟ قالوا هذه كنا إذا جدبنا سألناها فنزل نتوسل بها إلى الله أو نسألها فيأتينا المطر. فقال عطوني واحد، عطوني اثنين. فأخذ الأصنام من جدة وأتى بها إلى مكة، ثم عبدت من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمرو بن لحي رأيته يجر قصبه في النار، لأنه أول من أدخل الأصنام إلى مكة. فقضية يوم جاء فيها لو مواجهين قال لا ما نقبلها وكذا، انتهى الأمر. لكن تركوه، صار أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وأبي بن خلف والوليد بن المغيرة وعقبة بن أمية، صاروا يعبدون هذه الأصنام. وأرسل الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم محاربة هذا، مع أنهم ما كان عندهم أصنام أجدادهم الأولين،
جاء بها عمرو بن لحي فوجه ثم عبدت من دون الله تبارك وتعالى. فدعوى أنها لن تعبد هذا كلام فاضي، نسأل الله أن لا تعبد، لكن تاريخ يعيد نفسه وسنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهذه الأصنام عبدت من دون الله تبارك وتعالى، هذه التماثيل أخذت على أنها تماثيل ثم عبدت من دون الله تبارك وتعالى. فدعوى أنها لن تعبد هذا كلام باطل لا يقبل، لا نسمح بهذا الباطل ثم بعد ذلك نقول ما توقعنا. لابد، هذه وسائل إلى الشرك، وسائل الشرك خطيرة، والشيطان ما يأتي لموحدين يقول لهم اعبدوا غير الله تبارك وتعالى أو اعبدوا الأصنام، ولكن الشيطان له خطوات، خطوات الشيطان له خطوات، يأتي بخطوة فخطوة خطوة فخطوة حتى يصل بهم إلى الضياع والعياذ بالله. فدعوى أنها لن تعبد هذا غيب، لكن ما نحط النار جنب البنزين ونقول لن نحترق، هذا غير صحيح أبدا. وحديث علي بن أبي طالب واضح، جاء إلى أبي الهياج الأسدي فقال له ألا أبعثك إلى ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال لا تجد تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن هذه وسائل، قبر مشرف عالي بعد ذلك يدعى من دون الله، تمثال بعد ذلك يدعى من دون الله تبارك وتعالى، سكر الباب. وهذا الحديث صحيح مسلم، لا تجد تمثالا إلا طمسته، واضح أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بطمس التماثيل، أمر بهذا صلوات ربي وسلامه عليه. ولما أم حبيبة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عن صور وتماثيل كان يرينها في الحبشة قال أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروه. من أين جاءت عبادة بوذا وعبادة عيسى عليه الصلاة والسلام؟ سووا تماثيل، روح كنيسة ما فيها تمثال لعيسى عليه الصلاة والسلام، ويدعى يدعى التمثال، عيسى أسود، عيسى أبيض، عيسى كبير، عيسى صغير، عيسى مفرع، عيسى لابس على رأس شيء، كثر صور لعيسى كلها تماثيل، والآن تعبد من دون الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وجد فوقها وداخلها وحولها 360 صنم، ما قال حرام تراث يلا كل واحد ياخذ له صنم يحطه ببيته، انتم الحين موحدين ما شاء الله كلكم توحيد وتقوى، فعلا موحدين 21 سنة، 13 سنة في مكة وثمان سنوات في المدينة، لأنها كانت في السنة الثامنة في آخرها، والتوحيد قمة عند الصحابة رضي الله عنهم. ما قال في واحد يأخذ تمثال ببيته حرام أو اللي شكله حلو خنخليه كذا، لا أبدا، كسرها وقل جاء الحق وزهق الباطل، سماها باطلا وكسرها جميعا وأمر بكسرها صلوات ربي وسلامه عليه. هذا باب عظيم يجب أن يغلق، يجب أن نحذر من هذه الأمور. وأما قضية بلهول وخفرع وخوفه يعني هذه لا يستدل بها، ومن يقول أن الصحابة شافوها، ومن يقول أن قدروا يكسرونها لضخامتها، ومن يقول أنها كانت ظاهرة بهذه الصورة التي نراها اليوم، من يقول هذا؟ فحتى لو فرضنا خلوها الصحابة وتركوها وكذا، حنا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أعلم ذاك الزمان شنو ظرفه وشنو كذا. فهذه دعوة باطلة، والأصل نحن كمسلمين أن نتبع الكتاب والسنة. وطالما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تدع تمثال إلا طمسته، خلاص نتبع ولا نزكي أنفسنا، لا حنا موحدين، حنا الحمد لله حنا على خير، الحمد لله على خير، لكن الحذر واجب، حذر واجب، إن كان لم يكن فينا أولادنا أولاد أولادنا. ومثل هذه الأمور لا يجوز التساهل فيها.
أما دعوة من يقول فرق بين التمثال والصنم وكذا، صحيح يعني التفرقة صحيح من ناحية التمثال أن المجسد هذا والصنم إذا عبد، إذا عبد هذا التمثال صار صنما، لكن الصنم لا يتوقف على التمثال، هو كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى فهو وثن، يعبد من دون الله إذا كان برضاه أو كان جمادا، أما إذا لم يكن برضاه كعيسى والملائكة لا يقال عنهم أوثان ولا يقال عنهم أصنام. لكن القصد أن هذه التماثيل إذا عبدت من دون الله صارت أصناما، لكن هي في حد ذاتها كونها تماثيل لا يجوز تركها. يقول ابن عباس الصورة الرأس، فإذا قطعت الصورة فلا رأس، خاصة احنا نتكلم عن مجسم يعني له ظل، يعني تساهل بعض أهل في الصور، لكن الرسومات التي باليد والتماثيل لا، لم يتساهل فيها العلم. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، تؤتى بالتماثيل يقول أحيوها، تشبهان بخلقي، هذا خلقي، سويت مثل خلقي، تمثال مثل خلقي، أحيه، أنا بثت فيه الروح، بث فيه الروح، فيعجز ما يستطيع، لا يبث الأرواح إلا الله تبارك وتعالى. وإذاك صاروا أشد الناس عذاب من هذا الباب، ويخرج عنق من النار، يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وكل من دعا مع الله إلى آخر وبالمصورين. وقد ذهب كثير من أهل المقصود بالمصورين يرسمون التماثيل أو رسومات باليد، فإن كان ولا بد الإنسان راسما أو كذا بدون رأس أو غير ذوات الأرواح هذا لا يجوز. أما إذا كان للتعليم هذا ذكرنا اللي كان يعني في علم الأحياء مثلا هذا للتعليم هذا جائز، ما في بأس، التشريح جائز، لكن حط ببيتي حط صورتي تمثال وهذا ما يجوز، لأن هذه الوسائل الأصل فيها التحريم، لأنها توصل إلى الشرك ولا تجوز إلا عند الحاجة، أما إذا لم يكن حاجة لا يجوز أبدا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الشرك ويحفظ بيوتنا من هذا الأمر، الله المستعان.